السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم زينين. بنات، اليوم راح نسوي سجق بالجوز، سجق الحلو اللي كنا نسويه ببلادنا العراق، خصوصا اهل الموصل مشهورين بهذا النوع من الحلويات. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. بنات، اول شيء راح نحضر السجق الموصل. اول شيء راح نحضر، عندي هذا كيلو من الجوز، تقريبا انصاف بهذا الشكل، او اذا تريدون اصغر، حجم اصغر مثل هذولا، حجم اصغر، هذا الشيء يرجع لكم. اول شيء راح احضرها لانه تاخذ وقت طويل، فراح احضر اللي بجوز قبل يوم. عندي خيط وابره، طول الخيط يعني ما اريد كثير طول الخيط حتى اسيطر عليها اكثر اثناء التحضير. اخرز الجوز كله بالخيط بهذا الشكل، كسرت، اخذ واحدة ثانية مكانها، مو مشكلة يعني. اظل اخرز بهذا الجوز واحضره، افضل هو قبل يوم، اذا نفس النهار تريدون من الصبح تحضروها. هاي من الحلويات المشهورة بها الموصل، كثير طيبة وغالية بنفس الوقت، فالواحد ليش يشتريها بسعر غالي، يسويها يقدر ما دام يعرف الطريقة يحضرها بالبيت. هكذا راح استمر اخرز كل هذا الجوز بالخيط، بالخيوط، كل ما انتهي من خيط يعني اسوي حوالي مسافة 30 سنتيمتر الطول، مو اكثر اريد، واخذ خيط اخر واخرز به اللي بجوز الى ان ما انتهي من هذا الكيلو. بنات، مثل ما شفتوا حضرت اول شيء عندي هنا هذه جلايد للجلايد الجوز، حضرتها من امبارحة حتى يسهل عليها اليوم التحضير سجق الموصل بالجوز. هاليوم راح احضر الخلطة اللي راح اغطي بها او اغلف بها هذا الجوز. راح احتاج الشيء المهم، اهم شيء بالوصفة، هي عندي هذا دبس العنب. ما تستعملون دبس آخر، فقط دبس العنب تستعملون لتحضير هذه الوصفة. راح احتاج كوب واحد حليب، 3 كواب ماي، نصف كوب طحين، نصف كوب نشا، نصف كوب سكر، وكوبين من قلنا دبس العنب. راح ناخذ اول شيء، راح نخلي كوبين دبس العنب بالقدر، واحد هاي كوبين دبس العنب، بعدها اخلي كوبين مي. عندنا قلنا ناخذ 3 كواب مي، لكن راح اخلي كوبين ماي بالخلطة، والكوب الاخر راح اخلط به السكر والطحين والنشا، 1 2 الثالث راح اتركه اخلط به النشا والسكر والطحين، واضيف كوب حليب واخليها على النار هذه الخلطة، اخلطهم كلهم مع بعض بشكل جيد وخليها على النار. خليتها مثل ما تشوفون الخلطة على النار، فقط اخلي المواد كلها تتجانس وراح اتركها تغلي. الى ان ما تغلي راح احضر السكر مع باقي الماء والطحين والنشا واضيفه فوق هذه الخلطة. بعدها عندي هذا كوب الماء اللي تركته على جهة، راح اضيف له نص كوب سكر، اضيف له نص كوب النشا، واضيف له نص كوب الطحين،
واخلطهم كلهم مع بعض. اتركها على جهة وابدي احضر. عندي هنا هذه مثل ما قلت لكم قلايد الجوز اللي جهزتها، ابدي احضر لها مكان حتى اعلقها بعد ما اغمسها بهذا بهاي الخلطة، احضر لها مكان حتى اعلقها وتبقى يعني بعد ما انتهي منها اتركها تنشف بين 3 إلى 4 أيام وبعدين ارفعها. فأهم هسه راح ابدي احضر مكان هذولا حتى اعلقهم. مثل ما تشوفون بعد ما بدأت تغلي الخلطة ما تركتها، يعني ظليت احرك بيها مع التحريك المستمر. راح ابدي اضيف لها الخلطة اللي سويتها، كوب المي زائدا كوب النشا، كوب نصف كوب نشا، نصف كوب طحين، نصف كوب سكر. راح اضيفها فوقاتها وارجعها على النار مع التحريك المستمر. هكذا بنات مثل ما تشوفون هذه الخلطة راح اضيفها فوقاتها مع التحريك المستمر هكذا، وراح ارجعها على النار وظل احرك بيها ما اتركها الى ان ما تتماسك. هكذا بنات شوفوا بعد ما انتهيت من تحضيرها لهذه الوصفة، شوفوا شلون تماسكت، صارت قوية بهذا الشكل. شوفوا بهذا الشكل اريدها. راح ارفعها من النار وابدي الوث بيها او اغمس بيها الجلايد الجوز اللي حضرتها وابدي اعلقها حتى تنشف. اطفي النار وارفعها. بعدها شوفوا بنات انتهيت، رفعتها من النار، انتهيت منها للخلطة. عندي هنا هذا البجوز اخر وحدة شديتها بهاي الطريقة حتى لا تفرط مني اثناء التعليق. اغمسها، اغمس البجوز اللي قلادة البجوز بهاي الطريقة. بعدها ارفعها واعلقها. اخذ اللي بعدها ايضا اغمسها بهذه الخلطة بعدها ارفعها واعلقها. هذه الثالثة مثل ما تشوفون بنات، اول يعني راح اغمسهم مرة واحدة وثانية وثالثة الى ان ما تنتهي عندي هذه الخلطة اللي مسويتها. الى ان ما تنتهي راح اظل من انتهي منهم هسه كلهم اعلقهم، وهو بديت اعلق بيهم بعدها راح اخذهم مرة ثانية واغمسهم بهاي الخلطة الى ان ما تنتهي كلها ما يبقى. شوفوا بنات هسه علقتهم، يعني بدوا بدأ ينقطون، شوفوا ما بقى شيء. غمستهم مرتين بهذه الخلطة اللي سويتها وعلقتهم هنا، بس انتظر شوي ينشفون بعدين راح اغير مكانهم، انا راح يكون بالمطبخ لانه هنا مغسلة وغسل مواعين وشغل. راح احولهم مكان اخر وابقيهم بين 3 إلى 4 أيام الى ان ما ينشفون، اتأكد من عندهم نشفوا. بعدها راح ارفعهم واغطيهم الوثهم بالطحين واخزنهم، يبقون تقريبا 6 شهور، مدة 6 شهور نقدر نستخدم من عندهم. هكذا بنات بعد ما انتهيت من السجق وتركته علقته لمدة 4 أيام إلى أن ما ينشف،
وقطعته، هو هذا شكله النهائي والأخير، وطعمه رهيب لذيذ جدا، وشي صناعة منزلية نظيفة، واحد يعرف شنو المواد اللي دا يخليها والطريقة اللي دا يسويها. وبالسوق عندنا غالي كثير هذه النوعية السجق، فكل سنة أسويها بالبيت وتبقى عندنا فترة طويلة. فأتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم أمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.